جميلة وزيارات وحاجة حلوة جدا، وذكريات كلها حب واحترام وكورة. كابتن حمدي نوح كان من العيار التقيل في الملعب، وكان فنان مش لعيب كورة، بيرسم لوحات في الملعب بالكورة. وطبعا لعبنا نادي مصري مع الكابتن حمدي نوح، وما كنت في النادي المصري وكابتن مصعب نور وفرقة النادي المصري، وكنا كان بيبهرنا في الملعب بلمساته العالية الغير طبيعية. لعيب من العيار التقيل، بيميزه في الملعب الذكاء جدا، وكان الحرفنة الزيادة، وزي ما قلت لحضرتك كان كورة، كان لو بيرسم لوحات في الملعب، بيجيب اجوال عالمية. لو كان التلفزيون العالمي كان قريب عندنا في مصر، كان كابتن حمدي نوح كان من بقى من اللاعيبه العالميين مش المحليين. كابتن حمدي خد مع المقاولين، وخد مع منتخب مصر، ولعب الاسماعيلي، ولكن ما كانش بقدر المقاولين. لكن كابتن حمدي برضو الحمد لله خد بطولات كتيره مع المقاولين ودوري عام، وحصل الدوري كابتن حصل على بطولات كتيره. يعني بوجه له رساله للكابتن حمدي نوح، ربنا سبحانه وتعالى يكتر من امثاله. لعب وعمل اجيال وعمل حاجه حلوه في لمصر، اهمهم كابتن محمد صلاح وكابتن نني، دول ولاد كابتن حمدي نوح. فان شاء الله الايام الجايه يبقى في ناس تانيه تعمل، ناس زي ما كان كابتن حمدي نوح عمل مع وطلع نجوم عالميين. بقول للكابتن حمدي نوح ربنا يكتر من امثالك، انت كنت في الملعب سواء في المنتخب او في المقاولين او الاسماعيلي، وبعد ما بطلت يا كابتن عملت حاجه حلوه جدا، وعملت نجوم عالميين منهم كابتن محمد صلاح ومنهم كابتن نني. وبقول لكل الدنيا اللي بتشتغل، يلا طلعوا لنا، يلا اعملوا لنا اشبال عاليه، ربنا يوفقكم. انا بشكر كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، كابتن مصطفى عبده المجري، بقول له ربنا يخليك ويكرمك، وتجيب لنا بيجيب لنا لعيبه جامده جدا، لعيبه مصر القدامى، عشان يبقوا مثل اعلى للناس اللي بتلعب دلوقتي. فانا بشكرك يا كابتن مصطفى ان على مجهودك، وانا كاخ ليك وحبيبك كابتن احمد مصطفى متابع برنامجك، ربنا يوفقك وتجيب لنا كمان مزيد من اللعيبه الكبار. ده انا اللي بنشكرك يا ابو حميد، ان انت شخصيه جميله وشخصيه مهذبه وراجل محترم وبتحب كل الرياضيين، والرياضيين كمان بيحبوك وبتحب الخير للناس اكتر ما بتحبه لنفسك. بالظبط. هتقول له ايه؟ هقول له يا كابتن احمد مصطفى، خلال علاقتي بيه، انسان يا كابتن مصطفى عنده نقاء، مش عاوز كلام، وبيحب اللعيبه القدام اللي هم مثلوا نادي المصري في بورسعيد، ودايما يقف معاهم. وانا من خلال كابتن احمد مصطفى بطالب المسؤولين في الأندية، زي احنا مكرمين في نادي المقاولين العرب، الناس عارفين تاريخنا، فلذلك احنا مكرمين، عايزين نخلي بالنا من اللعيبة اللي مثلوا الأندية دي في كل أندية مصر، لابد نكرمهم. كابتن عادل بابلي تعبان جدا، والأسناوي تعبان جدا، والله بلغنا